خلينا نكمل أيضا مع آثار ما يحدث داخل أفغانستان، وفرصة شخصيا أعتبرها فرصة ذهبية للحكومة السودانية بعرض أمريكي للدولة في السودان باستقبال مجموعة من اللاجئين الأفغان. بعد ما تدرس أو تشوف الخبر ده، أمريكا تقدم طلبا للحكومة السودانية لاستضافة لاجئين في أفغان، في لاجئين أفغان، تلاقي الموضوع بيحمل بعض الرسائل أو مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هو التغير في العلاقات أو نظرة المجتمع الدولي، لا سيما الحكومة والنظام الأمريكي، للوضع والنظام في الحاكم في السودان. لأول مرة يكون هناك طلب دولي من أي دولة، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع العداء خلال العقدين اللي فاتوا مع النظام والحكومة في السودان. لأول مرة يكون هناك طلب بهذه الكيفية، ما وصفه البعض أو ما وصفه محللين بأنها فرصة ذهبية أمام الحكومة السودانية للدخول والانخراط أكثر في المجتمع الدولي، ربما أيضا تكون فرصة لرفع مزيدا من العقوبات اللي كانت مفروضة على المواطن السوداني. لكن يبقى السؤال، هل تستطيع الدولة السودانية والحكومة السودانية توفير الدعم اللوجستي والدعم المادي علاوة على الأمن والدعم الأمني للاجئين الأفغان إذا وافقت الحكومة السودانية على استخدامهم؟ ده السؤال اللي بيسأله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلاف كتير بين حتى أهل السودان اللي بيقولوا الحكومة لا تستطيع توفير الحد الأدنى من المستلزمات للمواطن السوداني. هل تستطيع رعاية آلاف الأفغان إلا إذا كان هناك وعد بتمويل خارجي أو وعد بقروض أو صفقات من أو يعني أموال من الحكومة الأمريكية مقابل هذا الاستخدام؟ لكن بالنهاية تبقى الرسالة الأهم أن هذا تقارب واعتراف دولي، وكأن المجتمع الدولي بيفتح إيديه للحكومة السودانية.